بسفر الحياة درس عظم تفيد اللبيبة تزكي العمر لنا عبرة في تجارب من سعوا للنجاح ونالوا الوطر. في التاريخ والأيام عظات وعبر، حقائق وشواهد، ومن لم يطالع التاريخ لم يفهم الحاضر ولن يستشرف المستقبل. وفي التاريخ شخصيات بارزة عايشت أحداثه وكان لها أثر في صناعته، ليبقى أثرهم في الأحداث من بعدهم، وليبقى الأثر دونت لنا هذه الشخصيات ما عايشته من أحداث في مذكرات مليئة بالدروس والعظات. السلام عليكم وأهلا بكم مشاهدينا ومستمعينا الكرام في أولى حلقاتنا مع سلسلة ويبقى الأثر، نتعرف فيها على شخصيات لها مذكرات لنلقي فيها نظرات ونقف بعض الوقفات رفقة ضيف برنامجنا الأستاذ محمد إلهامي الباحث في التاريخ والحضارة الإسلامية، وقد كان له فيها عدة كتب ومؤلفات، من بينها في أروقة التاريخ من جزئين، وكذلك رحلة الخلافة العباسية من 3 أجزاء، وغيرها من الكتب. يفنى الجميع ويبقى الآثار. أهلا وسهلا ومرحبا بك أستاذ محمد. حياكم الله أخي عبد الرحمن، جزاكم الله خيرا. أستاذ محمد، سنشرع نحن في هذه في سلسلة من هذه الحلقات، كل حلقة سنتناول فيها شخصية ومذكراتها ونقتبس منها بعض الاقتباسات، لكن في هذه الحلقة قبل أن نشرع في هذه السلسلة نريد البعض ربما يتساءل يعني عن أهمية هذه المذكرات ولماذا نخصص لها سلسلة من الحلقات. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. طبعا بداية أحييك وأحيي جميع المشاهدين أهل ليبيا الكرام وبقية العالم العربي، وأحيي قناة التناصح استضافتي هذا البرنامج، وأنا أشكره يعني أشكركم، لأنه الحقيقة كثير يعني قليل من ينتبه إلى مسألة أهمية قراءة المذكرات والسيرة الذاتية. البداية كانت حين دائما ما كنت أسأل يعني ماذا نقرأ في التاريخ، دائما حد يسألني نقرأ في التاريخ، واحد يقول لي مثلا دائما هذا السؤال يتكرر، يعني أن قراءة كتب التاريخ صعبة علينا، وواحد يقول مثلا كل ما أرى كتاب تاريخ أروح أنساه، وبعدين في نفس الوقت تجد هناك حالة عالية من قراءة الروايات، الروايات الأدبية. فكان أحد الحلول التي أبذلها لهؤلاء وهؤلاء أن هم يقروا كتب المذكرات. فكتب المذكرات الحقيقة تجمع أكثر من فائدة. أولا فائدة الأهمية التاريخية، هي بتتكلم عن تاريخ، وبالتالي من يتغذى على الحقيقة بخلاف من يتغذى على الخيال. يعني إن الروايات في النهاية هي روايات خيالية، يعني شيء أفكار أبدعها عقل مؤلف، صنعها عقل مؤلف، لكن المذكرات بتحكي تاريخ حقيقي جرى على الأرض، يعني لا يمكن أن يتشابه الحقيقة مع الخيال، لا يمكن أن نسوي بينهما. الحاجة الثانية أنه غالب المذكرات بتبقى مكتوبة بشكل أدبي لطيف، يعني ما بيبقاش مكتوب بالشكل الأكاديمي الذي لا يناسب كثيرا من القراء. أغلب الكتب التاريخية المكتوبة على النمط البحثي والأكاديمي يعني يكتبها المؤرخون لكي يطالعها المؤرخون ويستفيد منها الباحثون. واحيانا تقدم في رسائل علميه في الماجستير والدكتوراه، فيكون هناك نوع من التدقيق ويعني الحرص على التوثيق والضبط، وهذا الاسلوب وان كان يناسب الاكاديميين لكي لا يتسرب خلل منهجي للكتابه، الا انه لا يناسب عموم الجمهور. فلذلك كثير يعني لما تقول مثلا عوامل نجاح الثوره الفلانيه 1 2 3 4 5، لو يعني عايز اقول ايه، نادر ما حد يفتكر 1 2 3 4 5 بعد ما يخلص الكتاب بساعه او بساعتين يعني. لكن الكتب المكتوبه في السير الذاتيه اشبه بالقصه، فهذا مما يعني يناسب اكثر عقليه عموم الناس ويجعل القراءه التاريخيه قراءه ممتعة. من أهمية المذكرات برضو إنها تجربة حياة،
ويعني إن كان العقاد يقول إنني أقرأ الكتب لأن حياة واحدة لا تكفيني وأنا أريد أكثر من حياة، فقراءة السير الذاتية تحديدا هي التطبيق العملي لفكرة الحياة. فأنت حين تطلع على أطياف وأنواع وأصناف مختلفة من الأصدقاء ومن الأعداء ومن المعاصرين ومن القدماء أيضا، فكل هذا يعطيك سعة في الإدراك وسعة في التصور، وهذا أيضا مما يجعلك تتخلى عن الغرور الشخصي. أحيانا الإنسان بالذات حين يعني يكون محدود التجربة يشعر أنه محور الكون، أو يشعر أن أذواقه هي نفس أذواق الناس وأن رؤاه هي نفس آراء الناس، بينما حين يطلع على الأشياء المختلفة يكون هذا مما يضيف إليه ومما يزيد في سعته. وفي النهاية الإنسان لن يبلغ أن يعني يذهب إلى كل الدول ولا أن يتنقل بين العصور، فالكتب هي التي تحمل إلينا أرواح هذه العصور والتي تحمل إلينا أرواح هذه الدول. فبالتالي الحقيقة قراءة المذكرات الذاتية من الأشياء التي توسع آفاق الإنسان. وأستطيع أيضا أن أقول إنه كثير من هذه المذكرات، ولعل هذا الذي سنركز عليه في هذا البرنامج، كثير من هذه المذكرات تحتوي أسرارا وخبرات عملية. يعني طبعا احنا باعتبرنا في العالم العربي احنا بنكون احرص الناس على قراءة مذكرات الرئيس الامريكي مثلا ووزير الدفاع الامريكي ورئيس المخابرات الامريكي، لاننا نكتشف فيها ما جرى علينا. طبعا هم لا يبيحون كل اسرارهم، لكن كثير مما ينشرونه هم يكون مفيدا في تصور حقيقة ما جرى. ولكن ومن ذلك انه احيانا تتشابه المواقف، يعني انت ترى الزعماء كيف يتصرفون في المواقف الحرجة او عند المآزق، أو مثلا من أقاموا دولة كيف ما صعوبات التي واجهتهم في إقامة الدولة، كيف تعاملوا معها. أحيانا تجد مثلا حتى الفقراء كيف عاشوا الفقر وكيف عاشوا الاضطهاد. من فوائد المذكرات أنها تطلعك على تجارب كفاح، لأن أغلب الذين كتبوا مذكراتهم شخصيات ناجحة سواء في المجال يعني مجال العلم والأدب والفكر أو في مجال السياسة والحرب. فهذه الشخصيات تعرضت لكثير من المحن والمآزق في حياتها، فكثيرا لم يكن نجاحها سهلا يعني. نعم. ولم يأتي هكذا بسهولة. صحيح، وهذا مما يعطيك دفعة لكي يعني تقتدي بهذا الجلد وهذا الدأب وهذا الإصرار. الحقيقة من باب الحكمة يعني ضالة. نعم. المؤمن من أين صحيح وجدها صحيح. أخذها. أنت بتلاقي قصص كتير، يعني مثلا أنا أتذكر كان أيمن العتوم الروائي الأردني معروف في روايته يسمعون حثيثها، وهو كان يحول تجربة سجين سوري في سجن تدمر إلى رواية. السجين السوري اسمه إياد الأسعد. فهو كان يحكي مثلا، أنا أحكي لك نموذج غريب، أن في واحد مسيحي ولد في سوريا اسمه قسطنطين صروف. هذا الرجل مسيحي ولد في سوريا، لكن أبوه علشان عارف إن احنا في العالم العربي فحفظه القرآن صغيرا، هو مسيحي وأبوه حفظه القرآن وأدخله للمحاماة. هذه في أي فترة زمنية؟ يعني نستطيع أن نقول إنها في فترة الثلاثينات والأربعينات. فهذا الرجل صار فيما بعد محاميا معروفا، ولكنه أخذ ضمن اعتقالات الإسلاميين وسجن في سجن تدمر رغم أنه مسيحي. نعم. أنت أصلا لو رجعت مثلا لرواية مثل القوقعة عن سجن تدمر مصطفى خليفة، كان رجلا مسيحيا وسجن 11 سنة في تدمر. وهذه يعني رواية شنيعة، رواية القوقعة لمصطفى خليفة، تطلعك على مدى الوحشية التي كانت في السجون السورية. المهم أرجع لقسطنطين صروف، فكان الإسلاميون داخل السجون يأخذون القرآن عن الحفظة، فكان هذا ممن يحفظ الناس القرآن وهو مسيحي. وهو مسيحي. سبحان الله. بل يقول إنه كان يحفظ القرآن بأكثر من قراءة. أيضا. بأكثر من قراءة. وفي سجنه هذا يعني طبعا حتى انقسم المساجين الإسلاميين ساعتها، طب يعني هنأخذ القرآن يعني سندنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. حالة غريبة. يمر يمر واحد كافر، فانقسموا في الأخذ عنه أو عدم الأخذ عنه، ولكن يقول إنه كان أتقن الموجودين.
وبعضهم حتى لما مات بعضهم يعني اختلفوا في الصلاة عليه، يعني يا ترى ده أسلم ولا ما أسلمش في الفترة دي، وما كانش الأمر معروف بالنسبة له. لكن المهم هنا أنه كان أحد المجرمين الذين أخذوا لسجن تدمر هو أصلا مجرم، وأخذ لأنه كان يوصل مواد غذائية للمحاصرين في حماة، فمن قبيل الشهامة. يعني هو رجل، لا لم أفهم من هو المجرم الذي أحد المجرمين. عادي يعني شخصية عادية، وكان قاطع طريق وزاني وسارق وكل شيء، لكن نوع من الشهامة، لم يكن من النظام. لم يكن من النظام، ده رجل عادي. كنوع من الشهامة رأى الناس محاصرين في حلب فسرب إليهم بعض المواد الغذائية فألقي القبض عليه فسجن في تدمر. حفظ القرآن الكريم كاملا على يد قسطنطين صروف، وكان لا يستطيع أن يحفظ آيتين آيتين، فصار يحفظ آية آية. سبحان الله، لا يستقيم لسانه في القرآن آيتين آيتين. أنا بحكي لك يعني إيه، أنه تجد تجارب لم تكن تتوقع. نعم، أن ولا في الخيال حتى ربما لم تكن تتوقع أن توجد. يعني المذكرات ربما تختلف عن كتب التاريخ التي يرويها المؤرخون أنها رواية عن شهود عيان، يعني عن من عايشوا الأحداث وربما حتى صنعوه في كثير من الأحيان. يعني إلى أي مدى يضيف هذا قيمة كبيرة إلى المذكرات ربما غير موجودة في كتب التاريخ التقليدية؟ صحيح، هو بشكل عام المؤرخون يعرفون لرواية شاهد العيان قدرها، فيعني أهم الأدلة أو يعني في المرتبة الأولى من الأدلة عند المؤرخين هو أن يكون الراوي شاهد عيان مشارك في الحدث. إنما يأخذ منها المؤرخ بقدر ما يعني بقدر ما يوازنها بغيرها من الروايات الواردة. أما قيمة أنك تقرأ لشاهد العيان نفسه، فهناك عمق نفسي وعمق اجتماعي لا يتوفر عند كتب التاريخ العادية. يرويها بمشاعره. نعم يرويها بمشاعره، وهو يضعك في الظلال والأجواء التي أحاطت به وبنشأته. يعني أحيانا ما يكون لديك قدر من القدرة على تحليل الشخصية من خلال وصفه لنشأته، وأحيانا هو ما يعترف بذلك. يعني أحيانا ما يقوم كاتب السيرة الذاتية بتحليل شخصيته، وكثير من الأدباء تحديدا يحبون أن يمارسوا ما يسمى الكشف والتعرية، أن قراءة السيرة الذاتية هي نوع من الكشف والتعرية، يكشف نفسه تماما يعني. ويحللها وهكذا. فهنا هذه متعة يتكلم بعض علماء النفس والتربويين عن أن الإنسان عنده طاقة فضولية، يحب أن يتطفل ويحب أن يتجسس على الآخرين، وهذا هو الأمر الذي بنيت عليه مواقع التواصل الاجتماعي الآن، الفيس وإنستغرام وتيك توك التي ينشر فيها الإنسان يعني قصته. أحيانا بيسيب الموبايل بث مباشر مفتوح، هو يخاطب غريزة التطفل، وزي ستار أكاديمي برضو يعني اللي هي فكرة الأخ الأكبر، برامج الأخ الأكبر، أن أنت شايف ناس عايشين مع بعض وحياة طبيعية. فهنا يعني هذه المسألة، هذه السيرة الذاتية تخاطب نوعا ما هذه الغريزة عند الإنسان، ولكن طبعا بقدر من الوقار والرصانة وليس بهذا الشكل التافه الذي يحصل في مواقع التواصل الاجتماعي. فهنا تجد أن السيرة الذاتية جمعت يعني قدمت علما وقدمت رؤية تاريخية، ولكن في سياق يناسب عددا كبيرا من القراء ولا يستغني عنه المؤرخون والباحثون. طيب، ربما هذا في الجانب الإيجابي للمذكرات، لكن في المقابل إلى أي مدى ما يرويه الكتاب المذكرات عن في سيرهم الذاتية يعني هو حقيقي وبعيد عن الخيال أو بعيد عن الأكاذيب؟ إلى أي مدى ربما أنت تثق فيما يكتبه هؤلاء من أحداث ووقائع يروونها؟ هو في سلبيتين كبيرتين في هذا الموضوع. السلبية الأولى أن الإنسان حين يكتب تجربته يعظم فيها من شأن نفسه، وهذا أمر يحدث أحيانا بعمد ويحدث بدون عمد. فلابد أن تقرأ المذكرات وبالذات صناع الحدث أن تكون مستوعبا. طبعا الآن بتكلم بعقلية باحث، يعني الباحثون حين القارئ العادي لا يهمه هذا الأمر كثيرا، لكن الباحث يجب أن ينتبه إلى أن الإنسان بيعظم شأن نفسه ويعظم المساحة التي قام فيها بالفعل والدور. السلبية الثانية أنه كثيرا ما يبرر ويسوغ لنفسه،
وكثيرا ما يخترع من الأسباب والظروف التي تجعل مثلا قيامه بالشيء الشائن اضطرارا أو مبررا. ففيما عدا هذين الأمرين يعني الأمر المستقيم. وعلى فكرة يعني أنا برضو يجب أن أقارن، إحنا إذا قارنا بين الحالة دي وبين حالة الروايات، فالروايات خيال محض، لكن السير الذاتية هي حقيقة حتى لو كان عليها شبه شيء من الخيال، تلوين من المؤلف أو محاولة لتفسير دوره أو لتبرير دوره. يعني إحنا في الآخر هنا أمام خيال محض، لكن هنا أمام محاولة تفسير لأمر حقيقي. لكن ماذا عن الأكاذيب؟ هل يعني صادفتك مثلا في المذكرات؟ لأن هذه أمور ربما يجب على المشاهد عندما نوجهه إلى قراءة المذكرة أن ينتبه إلى هذه النقاط، نقاط هذه التعظيم لشخصية الكاتب، يعظم نفسه أو يبرر أفعاله. لا، وأيضا موضوع الأكاذيب، هل هناك مثلا قد يحشوها بشيء من الأكاذيب؟ نعم، والافتراءات مثلا على خصوبه مثلا. طبعا هذا وارد، هو في النهاية نحن حين نتكلم عن المذكرات فإنما نقدمها كبديل لمن لا يستطيع أن يقرأ التاريخ، فنقول له إنه هذه تعتبر خطوة أولى أو تمهيدية لكي تتعود على قراءة الحقائق الجافة، وهي فهي أفضل من الروايات. إنما إذا دخلنا في إطار البحث فيكتشف الكذب بمقارنة هذه المذكرات بغيرها من الروايات الموجودة عن هذه الفترة، وهذا يحدث كثيرا في إطار التبرير. وأحيانا إذا كانت الشخصية تحاول أن تمارس دورا في قابل الأيام، يعني بعض الناس يكتبون مذكراتهم وهم في نهاية عمرهم، فهو يقل في ذلك الإيه، وبعض يقل في ذلك الكذب، وبعضهم لديه من الشجاعة أنه يعري نفسه حتى يذكر عنه ما كان شائنا ومسيئا له ويذكرها. ولكن بعضهم يكتب مذكراته ولا يزال يرى لنفسه دورا في الحياة. يعني أوباما مثلا صدرت مذكراته قبل قليل، الأرض الموعودة. أوباما له مذكرات سابقة قبل أن يتولى الرئاسة اسمها أحلام من أبي. فأحلام من أبي والأرض الموعودة التي انتهت إلى 2011 ولا يزال معنا حتى 2016، لسه لم يكتب مذكرات هذه الفترة. الرجل الذي يكتب مذكراته وفي نفسه توق إلى أدوار أخرى، تكون مذكراته تختلف، أكثر دبلوماسية وأقل انكشافا، وتحتاج إلى كثير من التركيز والتأمل. طيب إذا نحن في هذه السلسلة سنتناول بعض المذكرات لبعض الشخصيات. ما هي طبيعة المذكرات التي سنتناولها وتمر معنا في هذه السلسلة؟ هل يعني هي سياسية ولساسة، أم إنها لمفكرين وأدباء، أم يعني شخصيات يعني عادية؟ ما طبيعة هذه المذكرات؟ والله إذا شاء الله يسر، نحن حاولنا أن ننوع بين هذه الشخصيات، فجئنا بمذكرات ساسة وصناع قرار، وبمذكرات علماء، وبمذكرات مجاهدين، وبمذكرات عداء أيضا، لأنه الخبرة الحياتية يعني لا تتوقف في نوع واحد من هذه. أنت دائما في مذكرات الساسة تجد تشابها مع مذكرات الساسة، الأدباء تشابها مع مذكرات الأدباء، إنما كان المعنى أنه نحن كمسلمين ما الذي نحتاجه الآن؟ يعني الغرض الأساسي من انتقاء الشخصيات وانتقاء الفقرات من الاقتباسات أن يكون فيها دروس نحتاج أن نعرفها ونسمعها. يعني هذا هو المعول الأساسي. يعني مثلا إذا تكلمنا عن كونداليزا رايس في لحظة 11 سبتمبر، هذه كونداليزا رايس ستمر معنا في إن شاء الحلقات الله. القادمة نعم إن شاء الله. في لحظة 11 سبتمبر ما هو أولى شيء كان ينبغي أن يفعله صناع القرار الأمريكان عند 11 سبتمبر؟ هذه لحظة فارقة ومهمة صحيح. حين نرى مثلا كيف تسربت العلمانية إلى النخبة المصرية، إلى درجة أن الأزهري بعدما كان مهابا ومرموقا صار لا يزوج وينظر إليه نظرة سيئة، كيف حصل هذا الانتقال؟ حين نرى أحيانا تكون العبرة أن نقول إنه نقارن. يعني سيأتي معنا مثلا في مذكرات الشيخ القرضاوي حفظه الله كيف أن الطاغية كان يخطط لكي يخرج عن طبعه ليمهد رأي العام للأمة الإسلامية، في نفس الوقت الذي كانت فيه قيادة حركة إسلامية ترى أن الموضوع أبسط من هذا ولا يحتاج إلى تخطيط. يعني الفكرة سنتناول نحن في حلقاتنا مذكرة حتى لبعض الأحياء، ليس كلهم يعني ماتوا أو توفوا.
نعم بعض منهم بعض الأحياء طبعا. أنا ذكرت كونداليزا رايس وهي صحيح. من الأحياء ذكرت روبرت جيتس الذي كان مدير المخابرات الأمريكية ثم وزيرا للدفاع في أمريكا وهو ما يزال حياً. هل بإمكانك أن تسمي لنا هذه الشخصيات التي سنتناولها على طيط الحلقات القادمة حتى يعني يعلم المشاهد؟ إذا لم تخني الذاكرة يعني في البال إن شاء الله أن يكون معنا مذكرات أحمد أمين الأديب المصري المعروف ومذكرات طه حسين ومذكرات سيد قطب ومذكرات الشيخ القرضاوي ومذكرات أمين الحسيني ومذكرات روبرت جيتس ومذكرات والدكتور وليد سيف الرجل الذي كتب مسلسل التغريدة ومذكرات خليل حسن خليل وهذا كان أحد الذين يعني قصته مؤثرة ومشهورة في كقصة كفاح وغيرهم يعني إن شاء الله إحنا معنا 15 حلقة فباقة متنوعة إن شاء الله نسأل نعم. الله أن ييسر هذا الأمر وأن يهدينا وإياكم سواء السبيل. سنبدأ معك إن شاء الله في الحلقة القادمة مع أولى هذه الشخصيات التي سنتناولها ونتناول مذكراتها في مقتطفات وبعض القبسات المهمة المختارة بإذن الله في الحلقة القادمة. أشكرك جزيل الشكر أستاذ محمد الهامي الباحث في التاريخ والحضارة الإسلامية، كما نشكركم مشاهدينا الكرام على طيب متابعتكم. إلى أن نلتقي بكم في الحلقة القادمة إن شاء الله، دمتم في أمان الله وحفظه والسلام عليكم. تأخذها الدروس وخلي الشخوص يفنى الجميع ويبقى الأثر، فخذها الدروس وخلي الشخوص يفنى الجميع ويبقى الأثر، يفنى الجميع ويبقى الأثر.